السمارت سيتي في النسخه ديالها السادسه. طبعا الهدف هو اننا نبينوا على اننا مدينه الدار البيضاء هي مدينه ذكيه، هي مدينه ديال الرقمنه. طبعا واحد العديد ديال لي زيكسبيريونس اللي كنعيشوهم اليوم واللي خدمنا بهم من ناحيه الرقمنه ديال مدينه الدار البيضاء، اليوم هي فرصه ايضا اللي مكنتنا على اننا نشوفوا شباب وشنو كان يمكن لهم يبدعوا في ميدان الرقمنه، والحمد لله تجارب جد ناجحه. من هنا كنشجعوهم وكنقولوا لهم يعني يكملوا في هذا المشوار، لان سي دي لوغيا ماروكان اللي عطاو واحد الدفعه للمجال الرقمي، وبذلك هي فرصه اليوم باش نبينوا على ان مدينه الدار البيضاء سوف تنخرط في هذا المشروع اللي هي ديجا بداته. كيف ما قلت لكم هي اول مدينه اللي عندها مخطط مديري للرقمنه واللي مسطر على عديد من السنوات. بدينا المرحله الاولى، اليوم غننتقلوا للمرحله الثانيه، هي ايضا مناسبه اللي عطينا فيها انطلاق ديال كازا شيكايا، وهي واحد المنصه الرقميه اللي غادي تخلي جميع المواطنات والمواطنين البيضاويين على ان الشكايات ديالهم كيف ما كان نوعها غادي اليوم يصوروها ويصيفطوها لنا في لابلاتفورم. وراء هاد المنصه كاينه اون ايكيب اللي في جميع المقاطعات اللي غادي تجاوب على هاد الشكايه، كيف ما قلت غيكون بوله مطفيه، غيكون ازبال مرميه، غتكون يعني اي حاجه تخطوار مهرس اي حاجه، دونك هما غادي يساعدونا طبعا تحسين جوده المعيش في مدينه الدار البيضاء، وغادي تكون فرصه للتواصل بين جماعه الدار البيضاء وبين الساكنه بمدينه الدار البيضاء. شكرا.